بعد أكثر من 20 سنة من الانتظار، نجحت الحكومة في إصدار القانون الإطار لميثاق الاستثمار في السنة الأولى من ولايتها، واليوم الحكومة وقعت على القرارات الثلاث التي ستفعله وستساهم في تعزيز جاذبية الاستثمار الخاص للمغرب وفقا للتوجيهات الملكية السامية. ودعت الحكومة القطاعين الخاص والبنكي لمواكبة هذه الدينامية بغية بلوغ هدف خلق 500,000 منصب شغل في أفق رفع الاستثمار الخاص إلى 550 مليار درهم سنة 2026. ونتيجة للمجهودات والإجراءات الاستباقية التي اتخذها المغرب سابقا، نجح في الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي غافي، ما سيرفع من منسوب ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الأجانب. ومن أجل توفير عوامل نجاح الاستثمار الخاص، تم تبسيط عدة مصادر إدارية متعلقة بالاستثمار عبر تقليص عدد الوثائق المطلوبة بنسبة 45%. هذه الخطوة لاقت استحسان المستثمرين والمواطنين، لأنها ستمكن المواطن من طلب الحصول على وثيقة إدارية من إدارة واحدة عوض تعدد الإدارات. وستعمل الحكومة إلى تسريع إخراج مرسوم التبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، ستتكفل بموجبه الإدارة الواحدة بالتنسيق مع الإدارات الأخرى، ورقمنة القرارات الإدارية التي تحتاجها كل الأسر المغربية مثل شهادة الازدياد وشهادة الوفاة ورخص السكن والبناء.